الصف العاشر عندنا اليوم امتحان رياضيات. طبعا الامتحان سهل لكن في بعض الاسئله شوي يعني توها ادينا زين والله سهل ان شاء الله، والاختبار كان سهل صراحه يعني ما كان فيه اي صعوبه. تم واحد من ربعي كلمتهم قالوا لي ان الامتحان صعب، قلت له انت مو دارس صح؟ ثاني يقول لي ايه. ما بين تنوع ردود افعال الطلبه وتقييمهم لمستوى الاختبارات، دشنا نحو 112 ألف طالب وطالبة أول يوم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ثانوية حمد لرجيب، والتي تجولنا بين أروقتها اتخذت كافة اللوائح والنظم في استقبال الأوراق المظرفة، بالإضافة إلى تميزها بتقديم دورات لطلابها لأول مرة في كيفية حل نماذج اختبارات سابقة. وصول الاختبارات إلى المدارس بالوقت المحدد، توصل مبكر تقريبا الساعة 7:15 7:30، يتم استقبال هذه اللجنة في لجنة استقبال الاختبارات عندنا بتسلم رسمي بأوراق رسمية. أول سنة نطبق هذا، العام بدينا في مراجعات لكن السنة هذه فقط اختبارات، تدريب الطلاب على حل اختبارات، وعطينا الطالب اختبار غير محلول يتم حله في البيت ويراجع فيه المعلم يتأكد من صحة إجابته. لم تكتفي إدارة ثانوية حمد لرجيب بإعطاء دورات تأهيلية لأبنائها، بل قامت كذلك بتوفير وسائل وألعاب ترفيهية، فضلا عن عبارات تشجيعية ملأت جدران قاعات الاختبارات. علشان نخفف وتيرة الضغط النفسي على الطالب، حرصنا في اليوم الأول أن نوفر وسائل ترفيهية وألعاب تسلية للطلاب، لو لاحظتوها في المدخل وفرنا البيبيفوت والتنس وكرة الطائرة، كذلك وفرنا إفطار خفيف للطلاب قبل دخول الاختبار. ناهيك عن تجهيز جميع لجان وقاعات الاختبار بعبارات التشجيعية وبالصور وبالبالونات. ومن المتوقع انتهاء اختبارات الصف الثاني عشر بالقسم الأدبي والتعليم الديني في 8 يناير المقبل، فيما ينتهي القسم العلمي بحلول 7 من الشهر ذاته. لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي.